أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. على موقع كتابات تبعات زيارة قواني اغتيال أم عباس لأنها نادت باستكمال الثورة. على الزمان العراقية أنباء تجمع على ترشيح أو تجمع على ترشيح الكاظمي والحكمة تؤكد ترحس من جديد يحظى بالمقبولية. وعلى الشرق الأوسط نيويورك تطلق نداء استغاثة والأمريكيون يستعدون لمرحلة مروعة. على العرب اللندنية تصفية قيادي من حزب الله تكشف جانبا آخر من أزمته. وعلى العربي 21 مستوطن إسرائيلي مصاب بكورونا هرب من الحجر لنشره عمدا. على القدس العربي إيطاليون يختنقون في بيوتهم من دون رعاية طبية وجثة مكدسة في بروكلين الأمريكية. على العربي الجديد عدنان الزوفي الأمريكان حلفاؤنا ولا أحمل عداء لإيران. نبدأ من المدى، حيث يقول الكاتب علي حسين في مقاله بصحيفة المدى: لماذا الآن اكتشف الزرفي عميلا بحسب بيان الميليشيات بعد 17 عاما من عمله في الدولة؟ لماذا اكتشف عميلا؟ ثم يدعو الكاتب العراقيين للنسيان الديمقراطية العراقية الجديدة، وتعالوا على حكومة لا تلغي أحدا ولا تخون أحدا ولا تعزل أحدا، بل تدعو الجميع إلى المشاركة في إدارة الحياة وبناء المستقبل. تعالوا نتفق على أن مجلس النواب مكان للخدمة العامة وليس للاحتيال والسرقة، وكل ذلك لا يحتاج إلى 200 من الأحزاب التي جرت البلاد إلى سرداب الخيبات وأنفاق العتمة التي لا ضوء ولا نهاية لها. هناك من يعشق الأحزاب ويهيم غراما بزعمائها الذين انتفخت جيوبهم وأرصدتهم بعد عام 2003، والقسم الأكبر من العراقيين يعشق العراق ويرفض أن يدجن أو يزدر ويحتقر الطائفية والهيمنة على مقدرات البلاد. وهناك بين هذا وذاك من يسمون بالأغلبية الصامتة التي تذهب للانتخابات ليس حبا بفلان أو كرها لعلان، لكنها تخاف على رزق أطفالها الذي يتحكم به مسؤولو العراق الجديد الذين يتناسلون يوما بعد آخر في ألوان جديدة وطبعات جديدة، ولن يجرؤ أحد مهما على شأنه أن يسألهم ماذا تفعلون، لأنه سيتهم بالخيانة حتما، وسيوضع اسمه إلى جانب اسم عدنان الزرفي الذي اكتشفنا والحمد لله أنه عميل. تخيل جنابك مسؤول يتولى هذا المنصب منذ عام 2003، عضو هيئة الإعمار ومحافظ النجف ومساعد شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية، وختمها أن حصل على مقعد في مجلس النواب عام 2018. والآن دعوني أسأل، لماذا الآن تم اكتشاف أن عدنان الزرفي عميل؟ وماذا يا سادة عن الصور الباسمة التي كان يلتقطها معه معظم المسؤولين؟ وكيف سمح لعميل أن يصبح محافظا لثلاث مرات وأن يتولى منصبا حساسا في وزارة الداخلية؟ أتمنى أن لا يعتقد البعض أن هذا المقال هو دفاع عن الزرفي، فأنا في هذا المكان بالذات سخرت من قرار مجلس محافظة النجف الذي صدر عام 2018 ببراءة عدنان الزرفي من ملفات الفساد. إننا البلد الوحيد في العالم الذي تجاوز عدد الأحزاب فيه 200، ومعظمها أحزاب طائفية ودينية رفعت شعار من خالفها فهو عميل وخائن، ومزقت ستارة الوئام والوفاق الوطني. على العرب اللندنية حكايات مسلسل استباحة العراق وعاصمته بغداد كثيرة ومؤلمة، تمت بشراكة أمريكية إيرانية، تمت بانفراد إيراني، وحدها انتفاضة الشعب
تسترجع بغداد المختطفة. يضيف الكاتب ماجد أسام الرائي في مقاله بصحيفة العرب اللندنية 9 أبريل عام 2003 ليس حدثاً عسكرياً وسياسياً عابراً في حياة شعب العراق، بل يحمل دلالات كثيرة. ففي هذا التاريخ سقطت دولة العراق الحديثة، وتم اختطاف بغداد على يد المغول الجدد في واشنطن وطهران، وما زالت أسيرة لنظام الولي الفقيه. المغول الذين استباحوا بغداد عام 1258 هم أنفسهم الذين اختطفوها عام 2003 مع تبدل العناوين والأسماء. القوات الأمريكية اجتاحت العراق وأعلنت احتلالها يوم برقعة وجهة تمثال صدام حسين بالعالم الأمريكي ببغداد. عرب العراق قاوموا الاحتلال بالسلاح وقوبلوا بالقتل والاعتقال والتغييب تحت تهمة الإرهاب باشتراك وتواطؤ بين المحتل الأمريكي والحرس الثوري الإيراني والمنظمات الشيعية الوافدة، بعد تنفيذها فتوى مرجعيتهم بعدم مقاومته عسكرية لاستكمال صفقة تسليمهم السلطة مدنيا ثم اختطاف بغداد من قبل نظام ولي الفقيه الإيراني. قبل انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011 كانت السياسة الأولى المعادية لشعب العراق التي نفذتها هي إشاعة الفوضى بعد حل الجيش العراقي ومؤسساته الأمنية لتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان خصوصا في مناطق المقاومة المسلحة مثل الفلوجة وجرف الصخر وبيجي والمدائن ومناطق أخرى، بالإضافة إلى جرائم الميليشيات والجماعات المتطرفة التي ارتكبت أبشع المجازر ما بين عام 2005 و2014 وتمت تغذيتها بالخطابات الطائفية لرئيسي الوزراء إبراهيم الجعفري ونور المالكي. الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية في احتلالها العراق هي في تسليمها مفاتيح بغداد لطهران. سمحت لها لثماني سنوات بإرساء قواعد مشروعها الطائفي بإشاعة الكراهية والحقد والثأر والتغيير الديموغرافي تحت أوهام أن العرب السنة يريدون إزاحة نظام الحكم وإبعاد المجتمع العراقي عن المطالبة بحقوقه عن طريق إلهاء فئات كثيرة منه باحتراب طائفي مزيف. لكن انتفاضة الشعب في الأول من أكتوبر عام 2019 رغم التجميد الحالي لتحركاتها بسبب تفشي فيروس كورونا هي القوة الهائلة التي ستعيد بغداد من بعد اختطافها. على الزمان العراقي نطالع. في 9 نيسان عام 2003 انتقل الحكم إلى السلطات الثلاث باعتبار جميعهم قادة، ودخل الوباء من أوسع الأبواب إلى الموازنات الانفجارية لسنين عديدة، وكذلك فعل دون حسيب ورقيب. وكان المواطنون يتأملون من هذه الموازنات إدخال العراق في التطور العلمي والتكنولوجي، إذ سجل جيتس للأرقام القياسية أو جينيس للأرقام القياسية، ولكن أدخل العراق على نحو معاكس. إن وباء الفساد الناخر في جسد الدولة العراقية أوصل الفاسد إلى ثراء فاحش خلال 4 سنوات على حساب الجياع منهم، الذين اضطروا إلى تأمين قوتهم من مواقع التمر الصحي، وكذلك أن يكون إكساء الكثير من أبناء الشعب على البالات البالية والتي احتمال التلوث فيها عاليا، والتي تستورد من دول جميعها معا لا تصل واردتها إلى واردات العراق السنوية. كحالة طارئة دخل علينا كورونا عدوا خبيثا مكروها، واتخذت إجراءات فورية لحصره وعدم السماح لانتشاره بإمكانيات متواضعة كأي دولة ذات إمكانيات محدودة، لأن ثقل وباء كراون المزمن المستشري في مفاصل السلطة بدرجة أعلى من كورونا فوت الفرصة على العراق إلى الوصول إلى ركب الدول المتطورة التي أملت قوت العاطلين عن العمل بسبب الحجر الصحي وتدور دوائرها من موظفين في بيوتهم إلكترونيا، حتى صرف الرواتب ودفع النفقات والأجور تجري بنفس الأسلوب وفقا لأرقام الحسابات الخاصة بهم دون دخول الدولة في سبات عميق. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن تقنية علاج قديمة استعادها الأطباء ومراكز الأبحاث حول العالم.
في محاولة لإيجاد علاج فعال لفيروس كورونا. وتقول الصحيفة في تقرير لها إن هذه الطريقة تقوم على استخدام بلازما الدم المليئة بجزيئات المناعة التي ساعدت الناجين على التغلب على الفيروس التاجي الجديد. لنتابع. ولذلك فإن الباحثين يقومون بقياس مستويات الأجسام المضادة للناجين لمعرفة مدى قوة اللقاحات قيد التطوير، في حين تقوم فرق أخرى بما في ذلك جامعة تسينغهوا في بكين بمطاردة الأجسام المضادة الأكثر فاعلية لنسخها في المختبر وتحويلها إلى أدوية بحسب نيويورك تايمز. برغم أنه لا يوجد دليل على أن هذه التقنية ستنجح في علاج كورونا، لكن المرضى السابقين في مدن هيوستن ونيويورك بالولايات المتحدة كانوا من المتبرعين الأوائل بدمائهم، حيث أصبحت المستشفيات ومراكز الدم جاهزة لمتابعة المئات من الناجين والمتعافين. وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الجمعة عن انطلاق دراسة وطنية ستساعد المستشفيات في تقديم العلاج بالبلازما التجريبي للمصابين وتتبع طريقة أدائهم، حيث سيساعد الصليب الأحمر الأمريكي في جمع البلازما وتوزيعها. ويقول الدكتور ديفيد ريتش رئيس مستشفى جبل سيناء في نيويورك: يشعر الناس بالعجز الشديد في مواجهة هذا المرض، ولذلك فإن التبرع بالبلازما من المتعافين يمكن أن يفعله الناس لمساعدة إخوانهم من بني البشر، مشيرا إلى أن الآمال منعقدة على أن تنجح هذه التقنية مع فيروس كورونا. وتشير الصحيفة إلى أن أطباء صينيين قالوا الأسبوع الماضي إن 5 مرضى تم إعطاؤهم بلازما النقاهة أظهروا بعض التحسن بعد أسبوع تقريبا، لكنهم تلقوا أيضا علاجات أخرى، ولكن بدون دراسة دقيقة لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت البلازما قد أحدثت الفرق. نشرت وكالة بلومبرغ الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن موعد انتهاء جائحة كورونا التي تضرب دولا كثيرة في العالم، وطرحت أسئلة عدة تتبادر إلى أذهان الكثيرين تزامنا مع الانتشار الواسع للفيروس وتزامنا مع حصده وفيات وإصابات كثيرة. لنتابع. مع تجاوز الحالات المؤكدة للفيروس على مستوى العالم لأكثر من 1,000,000، فإن السؤال الضروري هو متى سينتهي كل هذا؟ مؤكداً أن الإجابة تعتمد في جزء كبير منها على عدم اليقين بشأن الفيروس التاجي الجديد الذي يسبب المرض، بما في ذلك إمكانية إصابة أكثر من مرة، إلى جانب سرعة العلماء في إنتاج اللقاح. ورأى التقرير أن الإجابة تعتمد أيضاً على تكلفة وفوائد الإغلاق المطول وما تستطيع الدول المختلفة تحمله من وجهة نظر اقتصادية وسياسية. هناك إجماع على أن الوباء سينتهي فقط بإنشاء ما يسمى بمناعة القطيع، ويحدث هذا عندما يكون عدد كاف من الأشخاص في المجتمع محميا من المرض، وهناك طريقان لتلك النتيجة. الأول هو التحصين، وسيتعين على الباحثين تطوير لقاح يثبت أنه آمن وفعال ضد الفيروس التاجي، وسيتعين على السلطات الصحية توصيله إلى عدد كاف من الناس. أما الطريق الثاني إلى مناعة القطيع هو أكثر قتامة، ويمكن أن يحدث أيضاً بعد إصابة جزء كبير من المجتمع بمسببات الأمراض وتطوير مقاومة له بهذه الطريقة. بالنسبة للعديد من البلدان تتمثل الاستراتيجية في منع الحركة لإبطاء الانتشار بشكل كبير وإغلاق الشركات والمدارس وحظر التجمعات وإبقاء الناس في منازلهم، وتتمثل الفكرة في منع حدوث انفجار كبير في الإصابات التي تطغى على النظام الطبي، ما يتسبب في حدوث وفيات مفرطة مع تقنين الرعاية. أثار اقتراح أطباء فرنسيين منهم جان بول ميرا رئيس قسم العناية المركزة بمشفى كوشن في باريس لإجراء دراسات واختبارات للقاح ضد فيروس كورونا المستجد في إفريقيا، أثار موجة كبيرة من الاستنكار الواسع ضمن أوساط سياسية وإعلامية وشعبية تحت عنوان الجائحة كوسيلة للتخلص من اللاجئين والفقراء، جاءت افتتاحية صحيفة القدس العربي.
بعض الدول التي تحكمها حكومات شعبوية استخدمت قضية انتشار الفيروس كوسيلة تحريض إضافية ضد اللاجئين والمهاجرين وكذريعة لمنع دخول طالبي اللجوء، كما فعلت المجر التي حصل زعيمها فيكتور أوربان على سلطات مطلقة مؤخرا بدعوى مكافحة كورونا. وأعلن مستشاره في مؤتمر صحفي عن وجود رابط بين فيروس كورونا والمهاجرين غير الشرعيين. ويأتي اتهام محكمة العدل الأوروبية أمس عدم التزام المجر وكذلك بولندا والتشيك بقانون الاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين ليؤكد أن هذه السياسات سابقة على كورونا ولا تفعل الجائحة غير تأكيد هذه السياسات وإعطائها مبررات بائسة جديدة. تساهم سياسات رفض اللاجئين والمهاجرين عمليا في جعلهم عرضة فعلا للتعرض لمخاطر انتشار الفيروس وخصوصا في المخيمات المكتظة والتي تفتقد المقومات الأساسية فما بالك بالطبية. وهناك نداءات كثيرة صدرت من منظمات حقوق الإنسان العالمية عن المعاملة التمييزية ضد اللاجئين فيما يخص الوقاية من كورونا بالتوازي مع منع أسباب الحياة عليهم، وذلك في مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان. كما شهدنا مواقف عنصرية أيضا لحكومة إسرائيل التي طرحت مقايضة وسائل الوقاية والعلاج على غزة بالإفراج عن أسرى، وهناك أمثلة كثيرة أخرى لأشكال من الإساءة والحجب والتمييز على خلفية كورونا للاجئي الروهينجا في بنغلاديش ونازحي نيجيريا الهاربين من بوكو حرام. ابتكر ساعي البريد البريطاني جلين وولتون طريقة للتسرية عن السكان القابعين في بيوتهم التزاما بإجراءات العزل العام المفروضة لكبح تفشي وباء كورونا. ويستلم وولتون الخطابات والطرود وهو يرتدي في كل مرة ملابس غريبة ليبدو في هيئة لص أو سارق أو مصارع أو أميرة، حتى شخصية بيكاتشو في لعبة البوكيمون لتخفيف آثار العزلة عن السكان في بيوتهم. وقال وولتون لوكالة رويترز للأنباء: لم أعد أتحمل روح التشاؤم وغياب الابتسامة عن وجوه الناس. وأضاف: لهذا أردت أن أغير ذلك بأن أرتدي الملابس التنكرية في العمل. الناس والأطفال ينتظرونني ويصفقون ويهللون ويكتبون لافتات من أجلي. وبالإضافة إلى التسرية عن السكان، يجمع وولتون الذي يسلم البريد في بلدة مانسفيلد وود هاوس في نوتج هامشير بوسط إنجلترا تبرعات من خلال الملابس الغريبة التي يرتديها. نشاهد سويا الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتورية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.